مدينة الحجاج في مدينة الرمثة، والبالغ مساحتها ما يقارب 50 دنماً بما فيها المسجد المقام عليها، تحولت بفعل إهمال الجهات المعنية إلى مكرهة صحية. زيارة الحقيقة الدولية بفريقها الميداني إلى مدينة الحجاج في الرمثة تأتي ضمن سلسلة جولاتها في محافظات وألوية المملكة، وذلك لنقل شكاوى ومعاناة المواطنين بالصوت والصورة. مساحة مدينة الحجاج تقدر بخمسين دنم. هاي المدينة أسست سنة 1971 تقريبا، كانت عائدة إلى بلدية الرمثة، وكان يستقبل فيها الحجاج الذين يمرون من مدينة الرمثة باتجاه الديار المقدسة. كانعدام للنظافة في مدينة الرمثة بشكل أصبح لا يطاق نهائيا. ويعني أنا قبل فترة أنه رئيس بلدية الرمثة أجاب عن طريق محطة الحقيقة بأنه هناك 35 ألف دينار تبرع من الهيئة العليا للاجئين، تقدمت فيها دعم لبلدية الرمثة لإصلاح هاي الضاغطات وهاي الآليات، إلا أنه لغاية الآن لم نرى شيء مما ذكر. سامح البشابشة أحد وجهاء مدينة الرمثة قال إنه من المؤسف جدا أن يتحول بناء المسجد المتواجد في مدينة الحجاج، والتي بنيت بالأساس لاستقبال تجمع حجاج بيت الله الحرام، مع مرور الزمن وعدم اكتراث المسؤولين إلى أماكن لتجمع القمامة والقاذورات التي تنبعث منها روائح كريهة. المبنى هو مبنى مدينة الحجاج. سابقا كان الحجاج اللي يأتون عن طريق درعا سوريا الشقيقة كانوا يدخلوا عن طريق الرمثة ويباتوا هو الليلة ويدفعوا رسوم للبلدية. واقع الرمثة كما ترون وكما صورتوا، الرمثة أولا هي مدخل الأردن الشمالي منذ ما تأسس المملكة الأردنية الهاشمية، وبحاجة لدعم مادي ومعنوي. أطالب دولة رئيس الحكومة، لأنه بعرف أن وزارة البلديات عليها عبء كبير. الآن صبح شوفوا يعني خرابة، اطلعوا محلات لازم نستغلها، احنا نفتح بها مشاريع، نوسع فيها شغلات صناعية بالإضافة للمدينة الصناعية اللي عندنا بالرمثة. ما لازم كل هالمساحة تترك عبارة عن قمامة وعبارة عن سيارات جمع خردة، والملاحقة هذه المباني صفت عبارة عن خرابات يأمها الرعاة أحيانا ببيته فيها أغنامهم. وهذا المسجد بني للعبادة،